آخرين لأن تغيير العملية السياسية في العراق، أن الناخب العراقي والمواطن العراقي بدأ يقرر، وحقيقة بدأ يقرر، وهذا ما يميزنا عن جميع محيطنا العربي، أن تجربتنا بالعراق هي تجربة المواطن العراقي باستطاعته أن يحاسب المسؤول ويقرر في الانتخابات. هاي قضية تزعج المحيط العربي للعراق. يعني الآن التجارب الديمقراطية الموجودة بالمنطقة، العراق والجمهورية الإسلامية ولبنان، لا توجد تجارب ديمقراطية في دول أخرى في المنطقة. لذلك السيد أياد علاوي والسيد صالح المطلق هي أمنياتهم، ولكن بالتأكيد وعي الشارع العراقي أسقط ويسقط كل أمنية سيئة لهم في أن ينجر الوضع العراقي إلى حرب أهلية أو انسحاب السيد المطلق أو بقاء في العملية السياسية لا يعني شيء. العملية السياسية سائرة إلى الأمام. نعم سيد خالد الأسدي، في سياق يعني تصريحات إن كان المطلق أو السيد أياد علاوي من أن حظر هؤلاء المرشحين سيؤدي إلى هجمات طائفية، هل تؤيد من يقول أن هكذا استبعاد سيؤثر على ملف المصالحة الوطنية؟ فأنا بتقديري أن هذه التصريحات سواء اللي انطلقت من صالح المطلق أو من أياد علاوي جاءت للضغط على الهيئة التمييزية في سبيل حرف قرارها ورأيها عن مسار الطبيعي، ولكن بتقديري أن هذه التهديدات لن تجد النور. أياد علاوي صرح بأنه سوف ينسحب من العملية الانتخابية ولن يطبق ذلك، وإلى الآن لم يصدر موقف من القائمة العراقية رسمي حول عدم شمول المطلق والعاني وغيرهم. لذلك أنا أتوقع هذه كانت تهديدات للضغط، وحسنا فعلت الهيئة التمييزية أنها لم تستجب للضغوط السياسية في اتخاذها لهذا القرار. كنا قلقين بصراحة، ولكن فعلا لمرة أخرى القضاء العراقي يثبت مصداقيته وقدرته على التعامل مع القضايا القانونية بمهنية وحرفية جيدة جدا. النقطة الأخرى اللي أريد أن أذكرها، فعلا هذا الموضوع غير خاضع للمزايدات السياسية. أنا أتفق مع السيد عباس، هذا الموضوع هو موضوع إرادة الشعب العراقي. كل من يسعى ويعمل على تحقيق هذه الإرادة يجب أن يشكر على جهده. هذه القضية لا تدخل أيضا بالحسابات الانتخابية، ولم يدخلها أحد إلى الآن. لذلك أمنا من الجميع أن فعلا الخطوط الحمراء في نجاح المسار السياسي ومسار بناء الدولة تبقى ملك للمواطن العراقي. سأكتفي بهذا القدر. فضيلة الشيخ مازن الساعدي، يعني لماذا برأيك حول البعض ويحاول يعني أن نقر على الوتر الطائفي تحديدا في قضية المستبعدين، خصوصا أن السيد نور المالكي أكد أن المستبعدين هم من الشيعة أكثر من السنة، لمصلحة من؟ بالنسبة إلى هؤلاء هم دائما يضربون على الوتر الطائفي، هذا ليس بجديد على أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء لولا الوتر الطائفي لم يكن لهم وجود في العملية السياسية، فهم استغلوا هذا الوتر وتكلموا عن مظلومية طائفة معينة وأن هذه الطائفة مظلومة اليوم في العراق الجديد، وهناك طائفة ظالمة وهناك طائفة مظلومة. هؤلاء هكذا حاولوا أن يبينوا للإعلام ويستعطفوا الطائفة السنية ويبينوا بأنهم هم الذين يمثلون السنة وهم الذين يريدون أن ينصوا المظلومية عن أهل السنة. نعم، يعني على أمل أن تمر هذه الانتخابات التشريعية القادمة على خير في العراق. شكرا في ختام هذا المحور من تحت الضوء للسيد عباس الموسوي، لفضيلة الشيخ مازن الساعدي، وللسيد خالد الأسدي على مشاركتكم معنا. شكرا لكم مشاهدين على حسن متابعتكم، تحياتي، حتى نلتقي.